الامر سهل الامر سهل يا الربع يا اخي ما كلمه سهلنا ولا يا سلام الامر سهل الامر سهل انت خلاص يا اخي بقولك شيء ما يخالف هو قول يلا هو كلام ابو سلطان كلام ابو سلطان واضح انا اتكلم الله يرضى عليك انت منك قاطعني خلينا طيب نسمع احنا نسمع طيب نسمع الله يرضى عليك طيب اسمع انا مزحت بسيطه انا هذا اللي انا هذا اللي كنت بقوله شيء بسيط يا ابو سلطان اذا انت تسمعنا اللي سواها حركته بسيطه ممكن اسويها انا بكره ولا فلان سحب ذي وطاح لا بس معلش ابو سلطان اعرف انه عشان اخوه يدبل الموضوع عليه والله نشوف انه مو من الانصاف يا اخي يبقى متسابق بغض النظر اخوه ولا مو بخوه ويمكن لو انه مو بخوه ما ضعف العقوبه ولكن ما تعصي ابو سلطان وانت على ما قال تنصف ومن اهل العدل فيا اخي حتى لو كان اخوه معليش والله كلمه حق لازم تقال لكن كلمه اسمع العماده والله ما نرضى انت تفكرون بالسجن يا شيخ اما بالسجن العماده انا وطيبك يا مناح قرار انتهى يا رب سلام محمد لا ان شاء الله بترجع طالب ابو سلطان صل على محمد طالبينك طلبه يا مناح انت ترجع العماده طالبينك يا ابو سلطان لا اعطى قرار انتهى طالبينك طلبه يا ابو سلطان انا اعرف يا انا اعرف مستوى والله ما يعطي قرار ما يرجع انتهى لا عماده يا ولد انا نبيك يا ولد انا ودنابك هو صاحب القرار هو صاحب القرار وكلامه على العين والراس اللي يقول لكن انت ودنا من يوم جيت عميل عمده اسمعني وانت مرضينا ومتفاعل ومحيين نعم. البث وروحتك ما هي علينا بسيطه ثاني شيء السجن 24 ساعه احنا ما نرضاها ما نرضاها انفسنا نرضاها عليك لذلك ان شاء الله كل امل ابو سلطان العمده بصره في قرار العمده لكن السجن السجن احنا في وجه الله وذنب في وجهه ينزل من القرار قرار من ابو سلطان والله العظيم ثم والله العظيم على العين والراس قرارها على العين والراس سلام محمد الحين قول لي والله قول لي شوف من ناحيتي انا يا مناحي والله ثم والله ما في خاطر شيء الحين ابوك اذا طالبك تزعل عليه انت تتكلم خلاص انا احكي والله انا دارين انت اخوه انت اخوه الصغير زين احنا اخوانا الثانيين نعم محمد انت راضي زين احنا نبي شيء من الخاطر يا رجل سلام محمد ناحي هو ابن علي والله يعزه ويعزه لكن انت مالك مجال انك تتكلم لكن احنا نطلب احنا نطلب باسمه اذا كان يا ابو سلطان على العماده ما عندنا مشكله بس ما نبي 24 ساعه احنا طالبينك طالبينك ابو سلطان ابو سلطان اما العماده قرارك على العين والراس اخونا وكلنا واحد وكل اسبوع واحد لكن السجن احنا في وجهك يا ابو سلطان وطالبينك يا ابو سلطان وطالبينك طلبه بوجهك قرار انك تنقص من 24 وان كان عشان اخوك فوالله كلنا اخوانك نعم وان كان عشان اخوك والله كلنا اخوانك لو نجحنا كلنا معك قرار السجن اخوانك 24 ساعه قويه والرجال محيين البث وهرجك عامه تمه من احي بنفقده وبيفقده البث وحن في عازته واللي مثله اما 24 ساعه والله انها صعبه علينا كلنا قرار السجن 24 ساعه اسمع يا ولد قرار السجن 24 ساعه احنا انا وفلاح ما تحملنا السجن 5 ساعات اي والله ذبحنا الحر ذبحنا الموت اما 24 ساعه والله انها واجد اما بخصوص سحب العماده والله ثم الله ما نرضى اي والله كل شاره في راسه انا بالنسبه لي والله انا الحمد لله الاسبوع الجاي مسحوبته من ابو سيف والله اني لا اقول الله يحطكم العافيه هذا الشيء الاول هذا الشيء الاول الشيء الثاني سجن 24 ساعه والله الموضوع انا قلتها قبل وارجع اقولها موضوع والله انه بسيط اشياء جت لو يدفعها قيمته من مخبه عز الله ما هي بتسوى يا ابو سلطان وانت انا ادري في خاطر ابو سلطان قالها له قال الخطا عندي منك بخطين لكن تكفى يا ابو سلطان ما هي بكذا وحنا نطلبك ونمون عليك ان شاء الله يا ابو سلطان احنا ناصينك في علم طيب اعطتنا اياه فعدها مال اخونا مناحي في العلوم الطيبة بكل شيء بدون استثناء يمكن ما يبغانا أن نذكر أشياء خاصة بينه وبينه نحن إن جيناك في بيتك ولا جيناك شيء نبغى منك شيء والله ما تقولنا لا تقول تم الحين في وجهك ووجهي ووجه إخواني متسابقين وجعلنا ربي يطول عمرك إن أما العمادة وبابها بهذا منك وليك إن رجعت بزين وعجب عين أما رجعت الحين طالبينك من سجن طلبة إخوانك الصغار اللي مثل عيالك لك ما تردهم صلوا عني بيقولوا لا إله إلا الله ابو سلطان بيض الله وجهه وجم الله حاله وحنا عياله وحنا اخوانه الصغار جانا ذاك اليوم وبيض الله وجهه قال السجن من حقه انه يحطه 24 ساعه ومن اللي يحطه 6 ساعات جاء ذاك اليوم وقال ساعه وساعتين فاحنا نطلبه بوجه هو يقول ممنوع الطلبات لكن احنا نطلبه علشان اخونا
فحنا ان شاء الله حنا انك بتكلمنا ولا تعد اتصالك علشان نرجع. اخوانك كلنا اخوانك يا ابو سلطان، ما هو كلمه والله العظيم يا مناحي انه سوى معنا شيء وانه فعل فينا علم طيب وتحت البث، والله العظيم انه كاسينا بالعلوم الطيبه كلها ولا يجحد العلم الطيب. وذا الحين كلمه عماده هن ودنا بمناحي راضين به وطالبين كلامات تسحب العماده، طالبينك طلبة أنت أخونا وكلنا أخوانك مثل ما مناحي أخوك صار أخوانك. والله نقومنا للصلاة، والله العظيم من يدخلنا البت، والله نقومنا للصلاة ويدخلنا البت ويعطينا معنويات، والله عنده ضغوطات. شهد إنك صادق فيه. يا أبو سلطان قل لا إله إلا الله. المتسبب أنا وأنا اللي أتحملها، مناحي ما لها دخل، أنا اللي رفعت ذي وحطيت لين قدام وهي طاحت بسبتي كل شيء. لو اني ما حد متعمد الخطا، ما حد متعمد الخطا يا عيال. قول يا الله لو 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 اني انا ما حركتها ما كان طاحت من مناحي ولا كان صار ذاك اللي ابوه، فانا اللي اتحملها وانا المسؤوليه كلها. ان كان المتسابقين لهم خطر. لا بالله انا اللي اتحملها. ان كان المتسابقين لهم ابشر، ان كان المتسابقين لهم خطر كلهم، والله يا ما في واحد من الربع ذولا كلهم راضي باللي صار لمناحي. ان كان ما لنا خطر كلنا ولا همكم المتسابقين وسووا اللي تبون، وان كان لنا خطر فالرجال ذا يطول عمر من ناحيه العماده والله انها توجع، ومن ناحيه السجن ما انا 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 قعدت فيها 4 ساعات انا وعبد الله. وين عبد الله؟ اقسم بالله الذي لا اله الا هو انطقت النفسيه. اما 24 ساعه يا ابو سلطان الله يرضى عليك راجع قرارك، احنا ما نقول انه ما هو نافذ علينا وعلى اخوك، لكن راجع قرارك. صلى على النبي قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. اما بخصوص ما قدم من ناحي وشكرا اختنا يا هذا قول لا اله الا الله وعلى اسلم اسلم اليوم الطيبة اللي معنا كلنا وهو يستاهل ولا يحتاج أذكر بامدح وجهه مو وراه. أما الأمر الثاني مطالبتنا هي على 24 ساعة اللي حط فيها في السجن وسجانها على ذجال، الله يرحم والديكم. يعني زود إن الوضع بيبان مسكرة وتكييف وضعه مدري شو قايل وضع فالله يرحم والديكم. تجاوب معنا والشيء اللي يطلعكم على الشاشة وتصدرون به القرارات، أصدروا بعد القرارات بالشيء تحت الشاشة. انا طيح.